مسألتي أن الموقف الجزائري هو الموقف الطبيعي الذي ينسجم ليس فقط مع الشرعيات الدولية ومع القانون الدولي الإنساني. وأعتقد أنه نحن في بداية الأزمة والعدوان الصهيوني على قطاع غزة كنا قد طرحنا سؤالا حول جدوى تدريس القانون الدولي الإنساني في ظل ما يحدث من بشاعة في هذا القطاع. نعم وبالتالي أعتقد أنه حاليا ما يتم طرحه ليس فقط في مستوى الجزائر، الجزائر صحيح ربما على مستوى موقفها هي كانت دائما إلى جانب القضية الفلسطينية وداعمة لها، وأعتقد أنه عندما سنحت لها الفرصة لتؤكد ذلك في ظل موجة التطبيع الشديدة هي لم تتخذ أي جهد في هذا الجانب. وبالتالي أعتقد ما يقوم به الوفد الجزائري على مستوى مجلس الأمن الدولي أو على مستوى المنظمات الإقليمية هو في سبيل دعم هذه القضية وفي سبيل توصيل القضية الفلسطينية إلى أعلى مستوى. من جانب آخر صحيح عندما تحدثنا عن مسألة سقوط الدوافع، كل الدوافع سقطت، نتحدث هنا عن الدوافع الإنسانية في ظل حجم الضحايا، في ظل ما يحدث من تجويع، وفي ظل ما يحدث أيضا في محاولة لقطع الإمدادات الإنسانية. الدوافع السياسية أيضا سقطت، على اعتبار أنه في مسألة ما تحدث عليه الأستاذ رياض صيداوي منظمة المؤتمر الإسلامي ربما هي الأخرى ربما قد سقطت في إشكالية كبيرة جدا في مسألة ضرورة الوقوف إلى جانب هذه القضية الأولى. حتى على مستوى الدبلوماسي أعتقد أن جامعة الدول العربية لم تكن موفقة إطلاقا في مسألة ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني والحفاظ على الأرواح الإنسانية إن صح التعبير. ونحن قد نعم شهدنا دعني أقول تلك الحشود الكبيرة جدا في الدول الغربية، دول غربية، لكن حينما تعلق الأمر بالبعد الإنساني وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمتها في صورة دول كثيرة جدا. وبالتالي أعتقد أنه الحديث عن هذه الاعتبارات كلها قد سقطت، والحل الوحيد هو في ضرورة دعم المواقف الدبلوماسية الهادفة في صورة الموقف الجزائري، ودعم كل مبادرة من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى رفع هذه الجريمة في حق البشرية وفي حق الشعب الفلسطيني. وأعتقد أنه ما يقوم به الوفد الجزائري على مستوى مجلس الأمن الدولي قد أشار إليه في خطابه مسألة هكا القتال، خطاب عفوا المتعلق بوزير الخارجية الجزائري، خطاب قوي يحمل في كل كلمة دلالة قوية على حقيقة ما يعيشه المجتمع الدولي حاليا من تناقض كبير على مستوى مبادئه من جهة، وعلى مستوى ما يقع على الشعب الفلسطيني من جانب آخر على أرض الواقع. نعم.